أنا الأخت أم سالم، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ والله الحمد لله بخير وعافية. يا شيخ أنا عندي حلم، أنا حلمت بخالي المتوفي. حلمت أني كنا في بيت خوالي، كان يسألك عنك قالوا لي أنه نايم، وكني رحت عنده وحبيته على أساس أنه يصحى، يما قام كان يتألم، لما انتبهت طلعني كان يمشي بعكاز يعني، وكان طول الحلم أحاول أني أساعده يعني أساعده يمشي، وكان عادي كان يسولف يضحك، بس إنه كان يمشي بعكاز. متى توفى؟ هو يمكن سنة وثمان أشهر. عليه دين على شيء؟ عليه دين، قالوا كان عليه دين بس سدده. طيب خير إن شاء الله، تسمعي الجواب. يا شيخ بس أنا عندي حلم بس إنه قصير يعني، ممكن؟ تفضلي. أنا حلمت كان واحدة من أقاربنا كانت تحضني وتقرأ علي قرآن، بس كانه تقرا علي قران كاني انا قصوت في الحلم، اني كاني رقيت وصحيت وبعدين كانت خلصت قراءتها علي. طيب وانت تعرفين هذا الذي تقرا قران، قرات قران عليك، تعرفينها؟ اي اعرفها، قريبه منه. امراه صالحه؟ اي امراه صالحه. طيب خير ان شاء الله، تسمعين الاجابه ان شاء الله. ان شاء الله، مشكور. حياك الله. طبعا هذه الرؤيه يا ام سالم، رؤية الخال المتوفي كونه أنه يعني نائم، والنوم في المنام يفسر بالأمان كما قال ربنا تبارك وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. والحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يقال للمتوفي إذا كان من أهل الجنة: نام نومة العروس. طيب، فنقول أن النوم للميت أمن وأمان له في قبره. الأمر الثاني بالنسبة كون أن تعينين أنت حتى يمشي، وإذا مشى المتوفي مشي طبيعي طيب أو أعان أحد، لعل يكون هذا قضاء لدينه وانتهاء لبعض الحقوق بالنسبة لهذا المتوفي. وإعانة الحي للميت دعواته الصالحة، صدقاته الطيبة التي قد تصل لهذا الميت، والعلم عند الله. الحلم الثاني أو الرؤية الثانية قراءة القرآن من امرأة صالحة. إذا كانت بشرط، إذا كانت امرأة هذه صالحة معروفة، ما عندها شعوذة، ما عندها سحر، ما عندها كهانة، ما تذهب إلى الساحرات والعرافات والدجالات، نقول قراءتها في المنام قراءة صحيحة، وقد تكون في باب التعاون على البر والتقوى كما قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنوم في المنام يدل على الأمان كما ذكرنا الآية قبل قليل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، هذه امرأة حلمت كأنها تعطي أمها فقع. نقول أن إعطاء الأم شيء من الطعام يدل على البر والإحسان. طيب، إذا الإنسان أعطى والديه شيء من الطعام يدل على بره وإحسان. أيضا الفقع إذا كان يعني جميل، مثلا ما عليها جلكم الله شيء من التراب وشكله أبيض وطيب، يدل على الذرية التي يقدمها أو تقدم هذه البنت لهذه الأم في باب الأحفاد لهذه الأم، والعلم عند الله. نعم.